بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكريمات أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخار. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي. كنرحب بك وكندعوك أنك تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. ومرحبا كذلك بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما واقفين مع القناة ودائما كيبارطاجيو الفيديوهات. كنتمنى أنكم تزيدوا لي جيم لي كومونتير والبارطاج مع الأصدقاء والصديقات ديالكم. هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذا في هذا الفيديو غادي ندير معكم الحصة الرابعة الطاقة وتحولاتها ضمن الوحدة الخامسة الخاصة بالطاقة ضمن كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا اليوم غادي ندير معكم الطاقة وتحولاتها، غادي نعرفوا أشكال الطاقة والتحولات ديالها. إذا الهدفان من هذا الدرس وهما تعرف بعض أشكال الطاقة، connaître quelques formes d'énergie et explique que l'énergie peut être transformée d'une forme à une autre forme. Donc, وضحوا أن الطاقة يمكن تحويلها من شكل إلى آخر. إذا نعرفوا الأشكال ديال الطاقة اللي معروفين وغادي نعرفوا أنه واش يمكن لها تحول من شكل إلى آخر أو لا. إذا لتحقيق هذه الأهداف نبدأ أولا بملاحظة، إذا ملاحظة الصور وكذلك الوضعية. إذا في الصور عندي بعض الاستعمالات المختلفة للطاقة. إذا هنا عندي ترامواي كي استعمل طاقة، هنا عندي الشراع وهنا كذلك الطاقة الشمسية. مزيد، إذا جلس أحمد وصديقه على مقعد بحديقة يتفحصان مجلة فتوقفا عند الصور جانبه، فدار النقاش بينهما حول حاجة الإنسان للطاقة للقيام بأنشطته اليومية ودفعهما لطرح تساؤلات. مزيان، إذا أحمد والصديق ديالو كانوا جالسين بواحد الحديقة يتفحصان مجلة، كان عندهم واحد المجلة وكيدوزوا يعني لي باج ديالها وتوقفوا عند هاد الصور هادو مثلاثه بهم وبقاو كيتناقشوا مع بعضياتهم على اهميه الطاقه للقيام بالانشطه اليوميه وبقاو كيتساءلوا. اذا في نظركم هاد الوضعيه وهاد الصور المقترحه شنو هو سؤال التقصي اللي غادي يجي لي مع هاد الوضعيه وهاد الصور؟ اذا سؤال التقصي غادي نكتبوا سؤال التقصي هو كالتالي: ما هي شنو هي اشكال الطاقه، ما هي اشكال الطاقه التي تحولها الوسائل المبينة في الصور. دونك الوسائل اللي كتبان في الصور شنو هما اشكال الطاقة التي تحولها؟ فرضيات، افترض انه من اهم اشكال الطاقة التي تحولها الوسائل، نذكر شنو هي الطاقة. إذا عندي الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، الطاقة الكيميائية، وكذلك عندي طاقة مائية. طاقة مائية نقول كهرومائية. إذا هذه فرضية يمكن لها تكون صحيحة ويمكن لها تكون خطأ. إذا باش غادي نعرفها واش صحيحة ولا خطأ بدراسة أنشطة أتحقق، مفهوم؟ إذا دائما نفس السيستم اللي كنديروه كنعاودوه دائما مع جميع الدروس، تبعوا معايا. إذا أتحقق، عندي السؤال الأول أو النشاط الأول: تتعدد أشكال الطاقة التي يعتمد عليها الإنسان للقيام بأنشطته اليومية. إذا الإنسان باش يدير مجموعة من الأنشطة كيستعمل بزاف ديال الطاقة. إذا هنا في هذا النشاط ألاحظ الصور وأكتب بالأخضر شكل الطاقة المستهلكة وبالأحمر شكل الطاقة الناتجة عن اشتغال كل جهاز. إذا غنلاحظوا هاد الصور، هادو عندي خمسة ديال الصور، كل صورة فيها طاقة مستهلكة وطاقة ناتجة. الطاقة المستهلكة غادي نكتبها بالأخضر والطاقة الناتجة غنكتبها بهذا الغوز لأن ما عنديش أحمر. نبدأ بالطاقة المستهلكة. هنا عندي إضاءة عمومية. الطاقة المستهلكة هي ماذا؟ إذا الطاقة المستهلكة هي الطاقة الكهربائية. الطاقة الكهربائية. وبالنسبة للطاقة الناتجة هي الطاقة الضوئية أو الحرارية. الطاقة الضوئية الحرارية،
يعني علاش؟ لان الا مشيتي قستي في هذه البوله هذه غادي تكون عندك حراره، داكوغ غتكون كاينه حراره. سخان الماء، لاحظوا هنا عندي سخان الماء ولكن كنشوفوا هنا كاينه شمس، دونك داك السخان ديال الماء كيعتمد على الشمس. اذا الطاقه المستهلكه هي الطاقه الشمسيه. مزيان. بالنسبه للطاقه الناتجه هي الطاقه الحراري، يعطيني حرارة في الماء. بالنسبة لسخان كهربائي كيعتمد على الطاقة الكهربائية وكيعطيني الطاقة الحرارية باش كنسخنو. هنا عصارة البرتقال، طبعا عصارة كهربائية، إذا كتستعمل الطاقة الكهربائية. وبالنسبة للطاقة الناتجة عندي الطاقة الحركية، يعني بواسطة حركة كيعطينا داك عصير البرتقال. هنا طواحين هوائية، داك المحطات ديال الهواء، نستعمل الرياح إلى غير ذلك. إذا هنايا الطاقة اللي كتستهلكها هي الطاقة الريحية، نعم الريحية، واللي كتنتجها هي الطاقة الكهربائية. كنتمنى أنكم تكونوا كتستفدوا معايا. نشاط رقم 2، بواسطة سلكين موصلين أركب مصباحا بمرمطي منوب الدراجة. كنجيب واحد المنوب ديال الدراجة وكنجيب واحد جوج ديال الأسلاك، سلك كنديرو في قطب والسلك الآخر كنديرو في القطب الآخر، ثم أثبت على أكرة المنوب عنفة صغيرة مزودة بريش. دونك على الأكرة ديال المنوب كندير واحد الريشة، واحد الريشة يعني واحد العنفة صغيرة فيها واحد الريشة، ريشات. وأعرض ريشات العنفة لبخار الماء، دونك كنجيب بخار الماء أولا البخار ديال الكوكوت ولا الطنجرة، وكنعرض داك العنفة اللي فيها داك الريشات إلى داك البخار. ولاحظ وأجيب على الأسئلة التالية. السؤال الأول، ما شكل الطاقة المستهلكة من طرف المنوب؟ الطاقة المستهلكة من طرف المنوب، إذا الطاقة اللي كتستهلك هي الطاقة الحركية، الطاقة الحركية يعني أو الميكانيكية، كنقولو ميكانيكية. ما شكل الطاقة التي أنتجها المنوب؟ الطاقة اللي كتنتجها المنوب هي الطاقة الكهربائية، الطاقة الكهربائية، نعم. ما شكل الطاقة المستهلكة من طرف المصباح؟ يعني الطاقة اللي كيستهلكها المصباح هي الطاقة الكهربائية كذلك، الكهربائية. شنو كيعطينا هذا المصباح؟ كيعطينا الطاقة الضوئية. مزيان. إذا نمروا للملخص. استخلص، تتعدد أشكال الطاقة المستعملة مثل الطاقة الكهربائية والطاقة الضوئية والطاقة الحرارية والطاقة الحركية. إذا هادو ما أشكال الطاقة. يمكن تحويل الطاقة من شكل إلى آخر، يعني الطاقة حنا كما شفنا بأنها يمكن لها تحول من شكل إلى آخر، ممكن تكون حركية وتولي لنا كهربائية، ممكن تكون كهربائية وتولي لنا حرارية، ممكن تكون ريحية وتولي لنا كهربائية، إلى غير ذلك. دونك لي فورم دينيرجي اوتيليزابل سون ديفيرس، كوم لينيرجي إلكتريك، لينيرجي لومينوز، لينيرجي تيرميك و لينيرجي سينيتيك. لينيرجي بوت اتر ترانسفورمي دون فورم ا اون اوتر فورم. سابيا، بالنسبة للأطباق، دائما نشاطين، نشاط باللغة الفرنسية ونشاط باللغة العربية. نبدأ بالنشاط باللغة العربية. النشاط رقم 1، أملأ الفراغ بالكلمات المناسبة. عندي الحرارية، الحركية، الكهربائية، الضوئية، إذا غنعمر غير بجوج. تحول المكواة الكهربائية، تعرفون المكواة، المكواة كتحول لنا واحد الطاقة لواحد الطاقة أخرى. إذا كتحول لي، كتحول لي طاقة كهربائية لأنها أصلا مكواة كهربائية، تحول الطاقة الكهربائية إلى الطاقة الحرارية. إذا دونك إلى الطاقة الحرارية، الى حراره، ديك الحراره اللي كتسمح بانه ديك المصلوح كيصلح لنا داك قميجه ولا شي حاجه. كاستون دو لي ساتيليت ارتيفيسيل، دونك اقمار صناعيه فونكسيون على انرجي الكتريك غراس او بلاك سولير، دونك كيستعملوا شنو كيستعملوا؟ كيستعملوا الطاقه الكهربائيه، يعني غراس على مدى دي بلاك سولير، يعني ديال الطاقه الشمسيه. مزيان. كي لا فورم دي انرجي روسو بار سي بلاك، دونك لي بلاك داك هذوك ديال الطاقه الشمسيه شنو كيستقبلوا؟ كيستقبلوا لينيرجي سولير، داكوغ، لينيرجي يعني الطاقة الشمسية، لينيرجي سولير. ها كيلي لو رول دو سي بلاك، شنو هو الدور ديال هاد لي بلاك؟ دونك الدور بأنهم دور لا ترانسفورماسيون دو كوا؟ ترانسفورماسيون دو لينيرجي سولير، دو لينيرجي، انا نكتبها de l'énergie solaire
اون انرجي، اون انرجي الكتريك. صافي، اون انرجي الكتريك. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالصفحه 62 من الكتاب المدرسي للمتعلم والمتعلمه منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.